فاعل في الأرض خليفة. الآن على الناس أن تصلي وتصل أرحامها وتقضي ما فاتها من الصلاة والصوم. فقد أتى الزلزال العظيم إليكم على مسرعة من أمره. والأمر جلل، والأمر جلل، والأمر جلل جدا. هذا المذنب أكبر من حجم الأرض بثلاثة مرات. لو سقط بالمحيط يرتفع الماء 8000 متر، و8000 متر ماكو عمارة أعلى منه. ماذا يفعل؟ إن سقط في الماء دمر الكيبلات، دمر الأقمار الصناعية، دمر كل شيء، لأن مروره بالأيونات وأشعة قامة اللي تنزل وياه تؤدي إلمن إلى حرق كل الأقمار الصناعية. يصير العالم عبارة عن عالم أعمى. أمريكا بعد ما تقدر تضرب صاروخ بما نضربه بالهواء إذا ما أكو مجس يحرك الصاروخ ويوصل إلى هدفه عن طريق القمر الصناعي. روسيا ماذا تفعل بعلميتها؟ الصين تكون الأجهزة الإلكترونية عاطلة، التليفونات بعد ماكو. هذا شنو يدلل؟ يدلل هذا النزول المرعب بهذه الطريقة يجعل العالم من الصعوبة التواصل بينه. هذا الأمر الذي كان يقولون الناس إن تتعطل الأجهزة، تتعطل الأجهزة بفعل من؟ بفعل أشعة قامة الواصلة إلى الأرض نتيجة ارتطامه أو نزوله. الإمام يحدد وجهته. أحيانا يجوز يحدد وجهته على الصين، على أمريكا، لأن شنو؟ حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. ليش طويلة؟ السنة ربما تصير ب50 سنة، ب100 سنة. الزمن يقف.